والدار مفتوحة لكم بأي وقت. وردة زي بنتي وينها؟ ليش ما جبتها معاك؟ وردة ضلت بالمزرعة، سكر الباب على حالها، ما بدها تشوف حدا. دير بالك يا مصباح بيك لا تطلع مرة تانية. ما بظن. وإيش اللي طلعها هديك الليلة؟ عدم المؤاخذة كترت غلبي. اتفقنا إن أهل وردة زي بنتك، كانت رايحة تموت حالها، وهاي مش أول مرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وردة قصتها طويلة وصعبة، بحكي لك إياها بيوم من الأيام، بديش أزيد عليكي. حياة يا حياة. مين حياة؟ ما هي مرت عبد الله اسمها حياة. حياة بنت الله يرحمها كان اسمها حياة. شو ماله؟ احكي. زي ما عبد الله رجع لك بنتك رجع لي. عبد الله ما رجع. الانجليز حطوه بسجن بعيد وما حدش قدر يوصل ولا حتى يطلعوه من السجن. مرت عليه سنين وهو محبوس، لا شاف اهلك ولا هم شافوه.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا يوسف. واقف عندك ايش بتعمل؟ بنصلي. بتصلوا؟ بس ولا مرة حطيتوا ستار بين حريم ورجال وجبتوا كراسي. بدك تتدخل بديننا وصلاتنا؟ صلوا زي ما بدكم ببيوتكم وكنيسكم، بس هذا حائط البراق وجزء من الحرم الشريف، يعني وقف إسلامي، ولا يجوز تحطوا عنده المصابيح والكراسي. هذا تعدي عن المقدسات الإسلامية. I still can't figure out, Your Excellency Amin Husseini, the reason for the exaggerated sensitivity of your people towards the Western Wall. You are portraying the whole issue as if the Jews are praying in the Al-Aqsa Mosque. إن إجراء أي تعديل على وضع المقدسات الإسلامية في البلاد يتناقض مع المادة 23 من صك الانتداب. ربما تبدو لك مبالغا فيها، ولكننا نعلم علم اليقين بأن اليهود يتحدثون طوال الوقت عن إقامة هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، وهذه مسألة شديدة الخطورة. Despite believing that you are exaggerating the temple issue, I agree with you that this behavior goes against the British mandate. Anyway, the curtain has been removed from the Western Wall, so the issue is now closed. وانت صدقت انه الموضوع انتهى؟ الانجليز بدهم مش مشاكل هلا، بس اليهود مش راح ينسوها. هاي السنه مر عيدهم، بس اكيد ناويين يعملوا اشي السنه الجاي. امين، لازم نتحرك. كمان شهرين عندنا المؤتمر الاسلامي، وفي اقتراح لانشاء منظمه لحمايه المقدسات الاسلاميه. على بركه الله. ها عبد القادر ايش اخباره؟ مغلبنا، عقله صعب كتير. خير يا باشا؟ انت عارف انهم طردوه من الجامعة الامريكية في بيروت عشان حكى انها مشروع استعماري. وعشان هيك راح يدرس بالقاهرة. بس المشكلة انه كمان بالقاهرة عم يدرس بالجامعة الامريكية، وان شاء الله ما عمل مشاكل مع الجامعة هناك. لهلا لا، طالع لأبوه. تعرف يا امين، زي ما الأولاد بتشرفوا بآبائهم، في آباء بتشرفوا بأولادهم، وأنا بتشرف بابني عبد القادر، وبقول إن شاء الله أموت موتة تخلي ابني رافع راسه فيه مثل ما أنا رافع راسي فيه. ربنا يمد بعمرك يا باشا. إيش لازم تقول حكي؟ وهو إيش بيدرس هناك؟ علوم الكيمياء. إن شاء الله بيرجع على البلاد وبتشوفه عالم كبير. لا بقى، أنا مختلف معك يا عبد القادر. إحنا لازم نفصل ما بين الغرب كمستعمر وبين المؤسسات الغربية التعليمية. وبرأيك ليش الدول الاستعمارية مهتمة بإنشاء الجامعات والمدارس في بلادنا؟ عشان سواد عيوننا؟ لا طبعا، إحنا متفقين إنه الهدف من إنشاء المؤسسات التعليمية هي تقديم صورة جميلة ومشرقة عن الحضارة الغربية. لكن طالما إحنا مستفيدين عمليا من المؤسسات دي، وطالما احنا ما فيش حاجة في الدنيا ممكن تنسينا الوجه التاني القبيح للحضارة الغربية، فايه المشكلة؟ المشكلة يا يسري انه هاي المؤسسات بتدس السم بالعسل، يعني اثناء ما بيعطوك المواد العلمية بيمروا افكار خطيرة ومسيئة. لا لا، انت بتبالغ شوية يا عبد القادر. انا ببالغ؟ طيب بتتذكر محاضرة الدكتور هوفمان الاسبوع الماضي؟ فاكرها طبعا. قعد يحكي ساعة عن تخلف الشعوب اللي كانت تحت الاحتلال العثماني، بعدها حكالنا عن غاز الميثان بثلاث دقايق. محاضرة كيمياء أم إشي تاني؟ بدي معك حق، الراجل سمع كلمتين مش كويسين علينا أبدا. على رأي المثل، قاعد في حضننا وبينتف بدقنا. هاي كل الوثائق اللي بتثبت إنه حائط البراق جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف. What about you, Rabbi? What about us? Aren't you supposed to bring me the documents that prove the righteousness of your claim on the Wailing Wall? We refuse this method. What method? The documents method, since the written statements are taken away from the Jewish right to pray in front of the Wailing Wall. لم ينكر عليكم أحد الصلاة أمام الحائط. المرفوض تماما بالنسبة لنا محاولاتكم تغيير الوضع الراهن وتبديل معالم المكان، وهذا تمهيد واضح كي تدعوا لاحقا ملكية الأرض التي وضعتم عليها